السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم حريشات ديال الفران البحلي، بتيجيو بنانين بالنافع وهشاش. نتمنى تجربوهم وغادي يعجبوكم ان شاء الله. شكرا لكم على التتبع ديالكم ليا، وخليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. المقادير عندنا فيهم واحد البيضة، وديك الساعة اللي بغيتو تضبلو المقادير راه تضبلوهم راه باش يجيو كتر. المهم هاد الكمية تتجي مزيانة. السنيدة عندنا كاس معامرش ديال سنيدة، الكاس ديال العنبة. غادي نخدمو هاديك السنيدة مع البيض، غادي نزيد عليها نص كاس ديال الزيت، ونخدمها مزيان مع البيض والسنيدة باش تذوب هذيك السنيدة. وهاد الحريشات راه تيخدموا تيوجدوا في اقرب وقت، زعما دغيا تيوجدوا. عندنا كاس ديال الحليب، ونخدمهم مزيان باش تزيد تذوب ليا ديك السنيده. انا راه تندير سنيده ديك الرقيقه دغيا تذوب في الحلوه ما تتبانش. عندي شويه ديال الملحه وواحد الفاني. كيف ما قلت لكم راهم تيوجدوا دغيا دغيا. هنا غادي ندير النافع حسب الذوق، اللي ما بغيتوش ديروا النافع ما ديروش، ولكن الصراحه النافع تيبننهم بزاف، تيجيو زوينين به. وكيف ما قلت لكم هنا عندي سنيده، فعندي نص كيلو 500 غرام. غادي ندير شويه ونخلط. دائما عمرنا نديروا كل شيء دقه واحده، شويه بشويه، ونشوفوا على حسب، حيت كاين اللي تيتشرب كاين اللي ماشي بزاف. اللهم ابقى نديرو شويه بشويه ونحركو. هنا غادي نزيد جوج باكيات ديال الخميره، جوج خمارات فيهم 8 غرام. صافي ونخلط. هنا غادي نخلط بايدي باش نعشتو باقي جاريه. كفاني نيت هذاك 500 غرام ديال السميده. صافي جات هي هذيك نيشان ب 500 غرام، نص كيلو. صافي غادي نخليها ترتاح شويه بين ما وجدت لاطه والفران نشعلو باش يسخن. هانتوما شوف كي دايره راه جاريه شويه، راه دغيا تتشرب. بين ما وجدت لاطه ودرت فيها الورق ديال الفران، هنايا بديت نصايبهم. خديت شويه ديال السنيده ديال السميده عفوا، وغادي نديرها فيها بحال هكا. صافي ونحطها في اللاطة. غادي نستمر بحال هكا، نديرهم في السميدة ونحطهم في اللاطة، وغادي نستمر بحال هكا.
صافي. من بعد ما كملتهم كيف ما قلت لكم الفران راه سخون من قبل، غادي نشعل لي العافيه وتكون مهيله، ونديرهم العافيه تكون من الفوق، من فوق منهم حتى يطرطقوا لينا كيف ما شفتوا. ومن بعد نطلعهم هذا الفران ديال الغاز وغادي يطيبوا من التحت، وكيف ما شفتوا هما كيف تيجيو زوينين وتيجيو هشاش وبنان بداك النافع. ونتمنى تجربوهم، وشكرا لكم على المتابعة.